أهلا بكم من جديد. إنجازات تحققت على أرض الواقع خلال المائة يوم الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة تلك الأهداف التي وضعتها إدارته لهذه الفترة، أبرزها توزيع 200 مليون جرعة من لقاح كورونا. نستفيد في هذا الموضوع مع ضيفي البروفيسور صلاح حسن، أستاذ التسويق بكلية الأعمال بجامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بحضرتك بروفيسور. وطبعا في البداية، نحن الآن تمر علينا تقريبا 100 يوم من تولي جو بايدن الحكم، برأيك ما الذي حققه من وعوده الانتخابية وماذا يتبقى؟ أهلا بكم وتحياتي من واشنطن، وكل عام وأنتم بخير. طبعا احنا دلوقتي في فترة حاسمة، لأن هو وعد ب 100 جرعة في 100 يوم، ويوم الجمعة هيكون عدى على الرئيس بايدن 100 يوم وهو في البيت الأبيض. كل وعوده الانتخابية تمحورت حول مكافحة كورونا وعلى استعادة الاقتصاد الأمريكي قواه، وعلى موضوع المناخ، وعلى موضوع الهجرة. فهنلاقي مثلا أن 25 من الوعود الانتخابية حققت، مقابل 61 من الوعود اللي قام بها. للتوضيح أكثر، هنجد أن الرئيس الأمريكي بايدن أخذ 40 قرار رئاسي أساسي، ويعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين التي ضعف القرارات الرئاسية اللي أخذها، على سبيل المثال أوباما في فترة المئة يوم الأولانية، ومقابل 33 قرار رئاسي أخذها الرئيس السابق ترامب. فأربعين قرار في 100 يوم لحسم ملف أو مشكلة الوباء. مدى نجاحه في ذلك، فحنجد أن استطلاعات الرأي بتقول أن فيه approval rating 64%. 64% من الشعب الأمريكي البالغ في السن أدوا رأيهم بأنهم يعني يوافقوا بالخطوات الهامة اللي قام بيها الرئيس بايدن في موضوع مكافحة وباء كورونا. ركز في مكافحة وباء كورونا على عدة محاور، وكان عنده امبارح بريس كونفرنس، مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في حديقة البيت الأبيض طبعا، وكان لابس الكمامة وهو رايح المؤتمر الصحفي. حتى الناس سألوه لابس الكمامة ليه، فقال إن هو لابس الكمامة مع إنه أخذ التطعيم، ومع إن اللقاء كان في حديقة البيت الأبيض، وقال لأن CDC بتقول إن مدام في تجمع، حتى لو أنت خارج البيت الأبيض ومطعم، يبقى من المرجح أو المرشح أو من المفضل أن أنت تكون لابس الكمامة. وركز على موضوع مهم جدا، أن هو بيركز وأعطى أولوية للكبار في السن، لأن الكبار في السن كانوا من أكبر الضحايا بتوع الوباء. كان في حوالي 10,000 من كبار في السن بيتوفوا أسبوعيا في العام الماضي. فهو بيقول دلوقتي ان احنا ركزنا على الكبار في السن، طبعا بالاضافة للشعب الامريكي اجمع، يعني اللي هو كل اللي كانوا فوق الفئات العمرية المحددة. دلوقتي اي حد فوق السن 16، من 16 وفوق، دلوقتي بيقول لك عندنا دلوقتي مراكز للتطعيم في امريكا. 90% من الامريكان عندهم مراكز تطعيم على بعد على الأقل 5 أميال من سكنهم. فبيقول إن في انتشار وفي تركيز على الفئة العمرية اللي هي السينيور سيتيزنز، اللي هم الكبار في السن. وبيقول إن دلوقتي 67% من الكبار في السن أخذوا
التطعيم كامل، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، نعم وحوالي 80% منهم أخذوا الجرعة الأولى فقط. وركز على أن دلوقتي في مساواة في توزيع التطعيم، أن الأسبان دلوقتي لأول مرة نسبة التطعيم فيهم أعلى من البيض، وأن الملونين نسبة التطعيم يقارب نسبة التطعيم مع البيض، فهو عدالة التوزيع عنده كانت مهمة جدا، ودي من الأولويات اللي ركز عليها في الحملة الانتخابية بتاعته وأوفى بيها في ال100 يوم الأولى. طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر جدا في مسألة الوقاية من فيروس كورونا، وهو يصر دائما على إظهار كل السلوك الخاص بذلك، يعني ارتداء الكمامة وأيضا مسألة التباعد، وهو مستمر في إظهار هذا الأمر حتى الآن. لننتقل لحزمة التحفيز الضخمة التي تم إقرارها للاقتصاد، تقترب من تريليوني دولار، وكنا تناولنا هذا الأمر في حلقات سابقة، لكن الآن مع مرور ال100 يوم، ما هي وجهة نظر الدوائر الاقتصادية؟ هل هي فعلا كافية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي؟ هو طبعا في المؤتمر الصحفي أمس ركز الرئيس الأمريكي بايدن على أن احنا سنرجع بالاقتصاد، وحننتهي من الحملة بتاعتنا، مش هننتهي يعني هننجح في مكافحة الوباء على يوم 4 يوليو، يوم 4 يوليو اللي هو اليوم الاستقلال ويوم الوطني، وهو قال إن ده هيكون الاحتفال بتاعنا بالاستقلال من وباء كورونا أيضا. فهو مركز دلوقتي على موضوع طبعا مكافحة الوباء، ولكن 1.9 تريليون دولار اللي هي الحزمة اللي حضرتك نوهتي عنها دهيت أساسا لمكافحة الفقر في بعض فئات العاطلين، البطالة نسبتها عالية دلوقتي 6.5% بطالة. فأهم حاجة عنده اللي هو عودة الاقتصاد أو تعافي الاقتصاد، أو ما يطلق عليه إعادة بناء العمود الفقري الاقتصادي الأمريكي. وهو يعني وعد إن على 4 يوليو إن هيكون في تعافي، وهيكون في عودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل كورونا. طبعا أنا يعني من تحليلي إن هذا غير واقعي، لكن هو خطاب حماسي طبعا، والحماس مهم لرفع المعنويات وكده. هو انا في تقديري يعني يبقى على نهاية الصيف وعلى بداية العام الدراسي الجديد، لكن 4 يوليو ده متفائل جدا، ونتمنى ان الكلام التفاؤلي ده هو يعني طبعا يبقى له مردود ايجابي على رفع معنويات الامريكيين وعلى عودة او بداية عودة الاقتصاد إلى ما كان عليه. الحزمة بتشمل دعم مباشر 1400 دولار للفرد. طبعا ده هو هل كافي أو لا؟ هو طبعا للفئات الفقيرة ده بيعتبر طبعا مهم جدا، لأن بعضهم فعلا كانوا على مستوى أدنى من مستوى الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. هل كافية على المدى الطويل؟ أنا في اعتقادي وفي تقرير في تقديري أن هذا بيعتمد تماما على كفاءة مكافحة الوباء وانتشار الفاكسين والتعافي من الوباء. إن لم يتم ذلك بكفاءة عالية، وهذا غير متوقع، أعتقد أن هيتم المكافحة بكفاءة عالية، لكن نبقى احنا بنفكر في ميبي حزمة أخرى على مقتبل العام الدراسي القادم على نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر. وأعتقد دي هتكون يعني بداية الدخول في مشوار التعافي بالنسبة للأمريكيين. طيب،
إذا لنتحدث عن تركيبة الضرائب، نريد أن نعرف أيضا تقييمك لها، وأيضا الضرائب التي ستفرض على الأثرياء، كيف يمكن أن يحدث هذا توازنا في التركيبة الاقتصادية وفقا لرؤية إدارة بايدن؟ هو طبعا إدارة بايدن بتركز على ان يبقى فيه للضرائب، يبقى فيه جدولة للضرائب، وان الاثرياء وخصوصا برضو الشركات يبقى فيها تحمل ضريبي اكبر. في طبعا الكثير من الجمهوريين بيقولوا ان ده هو هيحد من العودة القوة الاقتصادية، لكن في بعض الآخرين بيقولوا إن ده هو مطلوب، لأن لازم يبقى في توازن ضريبي يعني في هذا الملف. فالجدال قائم، لكن هو حسم القرار وابتدى علشان يدعم، هو لازم عنده حزمة كمان لدعم عودة المدارس ودعم الانتشار الفاكسين، وطبعا دعم ملف التغير المناخي. وكان هناك طبعا المؤتمر القمة الافتراضية عن التغير المناخي اللي كان باستضافة الرئيس بايدن، وعمل وعود قوية جدا في هذا الملف. طبعا دي كلها حاجات هتبقى مكلفة جدا، لكن طبعا أهم حاجة أنها هتحافظ على البيئة وعلى الانبعاث الحراري، وأخذ قرارات جريئة جدا في هذا الملف اللي حضره في هذا المؤتمر الافتراضي عن المناخ الذي حضره 40 دولة بالإضافة إلى الصين والهند. وعلى فكرة الصين والهند بيعتبروا من أكثر الدول في العالم المسؤولة عن الانبعاث الحراري، وفي رأيه الشخصي ان هم لم يقدموا وعود كافية للتحكم في ذلك، وفي رأي المراقبين ايضا يعني. طيب بشكل عام يعني بيحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل على التراجع عن القرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب بشأن أمور كثيرة. طبعا ذكرت حضرتك اتفاقية المناخ، أيضا الهجرة، الاتفاقات الدولية خاصة تلك التي تتعلق بالشراكة مع دول مهمة، نتحدث عن كندا، نتحدث عن المكسيك، والتي يعني لديها علاقات تجارية مهمة جدا مع أمريكا. إلى أي مدى هذا التحول سيكلف الاقتصادات في الدول المعنية بعد الوقت للرجوع إلى ما كانت عليه؟ يعني كأنه بيدوس زرار ديفولت مرة تانية أو ريستارت. في دراستين مهمتين جدا يتعلقوا بهذا الموضوع. الدراسة الأولانية بما يتعلق بوعود الرئيس بايدن، وده هي كانت دراسة معايا هنا، هوت دي دراسة قامت بها الأسوسييتد بريس ومنشورة على الويب سايت بتاع الأسوسييتد بريس، وبيعملوا يعني بيدوله درجات على كل من هذه الوعود. فمثلا في ملف المناخ ادوله 4/7، 4 يعني هو حقق 4 من الوعود مقابل 7 من الوعود المتعدده. أهلا بكم من جديد. إنجازات تحققت على أرض الواقع خلال المائة يوم الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة تلك الأهداف التي وضعتها إدارته لهذه الفترة، أبرزها توزيع 200 مليون جرعة من لقاح كورونا. نستفيد في هذا الموضوع مع ضيفي البروفيسور صلاح حسن، أستاذ التسويق بكلية الأعمال بجامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بحضرتك بروفيسور،
وطبعا في البداية نحن الآن تمر علينا تقريبا 100 يوم من تولي جو بايدن الحكم، برأيك ما الذي حققه من وعوده الانتخابية وماذا يتبقى؟ أهلا بكم وتحياتي من واشنطن، وكل عام وانتم بخير. طبعا احنا دلوقتي في فترة حاسمة، لأنه هو وعد ب 100 جرعة في 100 يوم، ويوم الجمعة هيكون عدى على الرئيس بايدن 100 يوم وهو في البيت الأبيض. كل وعوده الانتخابية تمحورت حول مكافحة كورونا وعاد استعادة الاقتصاد الأمريكي قواه، وعلى موضوع المناخ، وعلى موضوع الهجرة. فهنلاقي مثلا أن 25 من الوعود الانتخابية حققت مقابل 61 من الوعود اللي قام بها. للتوضيح أكثر، هنجد أن الرئيس الأمريكي بايدن أخذ 40 قرار رئاسي أساسي، ويعتبر من أكثر الرؤساء الأمريكيين التي ضعف القرارات الرئاسية اللي أخذها، على سبيل المثال أوباما في فترة 100 يوم الأولانية، ومقابل 33 قرار رئاسي أخذها الرئيس السابق ترامب. فأربعين قرار في 100 يوم لحسم ملف أو مشكلة الوباء. مدى نجاحه في ذلك، فحنجد أن استطلاعات الرأي بتقول أن فيه approval rating 64%، 64% من الشعب الأمريكي البالغ في السن ادوا رأيهم بأنهم يعني يوافقوا بالخطوات الهامة اللي قام بها الرئيس بايدن في موضوع مكافحة وباء كورونا. ركز في مكافحة وباء كورونا على عدة محاور، وكان عنده امبارح بريس كونفرنس، مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في حديقة البيت الأبيض طبعا، وكان لابس الكمامة وهو رايح المؤتمر الصحفي. حتى الناس سألوه لابس الكمامة ليه، فقال إن هو لابس الكمامة مع أنه أخذ التطعيم، ومع أن اللقاء كان في حديقة البيت الأبيض، وقال لأن CDC بتقول أن مدام في تجمع حتى لو أنت خارج البيت الأبيض ومطعم، يبقى من المرجح أو المرشح أو من المفضل أن أنت تكون لابس الكمامة. وركز على موضوع مهم جدا، أن هو بيركز وأعطى أولوية للكبار في السن، لأن الكبار في السن كانوا من أكبر الضحايا بتوع الوباء. كان في حوالي 10,000 من كبار في السن بيتوفوا أسبوعيا في العام الماضي. فهو بيقول دلوقتي ان احنا ركزنا على الكبار في السن، طبعا بالاضافة للشعب الامريكي اجمع، يعني اللي هو كل اللي كانوا فوق الفئات العمرية المحددة. دلوقتي اي حد فوق السن 16، من 16 وفوق، دلوقتي بيقول لك عندنا دلوقتي مراكز للتطعيم في امريكا، 90% من الامريكان عندهم مراكز تطعيم على بعد على الأقل 5 أميال من سكنهم. فبيقول إن في انتشار وفي تركيز على الفئة العمرية اللي هي السينيور سيتيزنز اللي هم الكبار في السن، وبيقول إن دلوقتي 67% من الكبار في السن أخذوا التطعيم كامل، الجرعة الأولى والجرعة الثانية. وحوالي 80% منهم أخذوا الجرعة الأولى فقط. وركز على أن دلوقتي في مساواة في توزيع التطعيم، أن الأسبان دلوقتي لأول مرة نسبة التطعيم فيهم أعلى من البيض، وأن الملونين نسبة التطعيم يقارب نسبة التطعيم مع البيض. فهو عدالة التوزيع
عنده كانت مهمة جدا، ودي من الأولويات اللي ركز عليها في الحملة الانتخابية بتاعته وأوفى بيها في 100 يوم الأولى. طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر جدا في مسألة الوقاية من فيروس كورونا، وهو يصر دائما على إظهار كل السلوك الخاص بذلك، يعني ارتداء الكمامة وأيضا مسألة التباعد، وهو مستمر في إظهار هذا الأمر حتى الآن. لننتقل لحزمة التحفيز الضخمة التي تم إقرارها للاقتصاد، تقترب من تريليوني دولار، وكنا تناولنا هذا الأمر في حلقات سابقة، لكن الآن مع مرور 100 يوم ما هي وجهة نظر الدوائر الاقتصادية؟ هل هي فعلا كافية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي؟ هو طبعا في المؤتمر الصحفي أمس ركز الرئيس الأمريكي بايدن على أن احنا سنرجع بالاقتصاد وحننتهي من الحملة بتاعتنا، مش هننتهي يعني هننجح في مكافحة الوباء على يوم 4 يوليو، يوم 4 يوليو اللي هو اليوم الاستقلال ويوم الوطني، وهو قال ان ده هيكون الاحتفال بتاعنا بالاستقلال من وباء كورونا ايضا. فهو مركز دلوقتي على موضوع طبعا مكافحة الوباء، ولكن 1.9 تريليون دولار اللي هي الحزمة اللي حضرتك نوهتي عنها دهيت أساسا لمكافحة الفقر في بعض فئات العاطلين، البطالة نسبتها عالية دلوقتي 6.5% بطالة. فأهم حاجة عنده اللي هو عودة الاقتصاد أو تعافي الاقتصاد أو ما يطلق عليه إعادة بناء العمود الفقري الاقتصادي الأمريكي، وهو يعني وعد إن على 4 يوليو إن هيكون في تعافي وهيكون في عودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل كورونا. طبعا أنا يعني من تحليلي إن هذا غير واقعي، لكن هو خطاب حماسي طبعا، والحماس مهم لرفع المعنويات وكده. هو انا في تقديري يعني يبقى على نهاية الصيف وعلى بداية العام الدراسي الجديد، لكن 4 يوليو ده متفائل جدا، ونتمنى ان الكلام التفاؤلي ده هو يعني طبعا يبقى له مردود ايجابي على رفع معنويات الامريكيين وعلى عودة او بداية عودة الاقتصاد إلى ما كان عليه. الحزمة بتشمل دعم مباشر 1400 دولار للفرد. طبعا ده هو هل كافي أو لا، هو طبعا للفئات الفقيرة ده بيعتبر طبعا مهم جدا، لأن بعضهم فعلا كانوا على مستوى أدنى من مستوى الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية. هل كافية على المدى الطويل؟ أنا في اعتقادي وفي تقرير في تقديري أن هذا بيعتمد تماما على كفاءة مكافحة الوباء وانتشار الفاكسين والتعافي من الوباء. إن لم يتم ذلك بكفاءة عالية، وهذا غير متوقع، أعتقد أن هيتم المكافحة بكفاءة عالية، لكن نبقى احنا بنفكر في ميبي حزمة أخرى على مقتبل العام الدراسي القادم على نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر. وأعتقد دي هتكون يعني بداية الدخول في مشوار التعافي بالنسبة للأمريكيين. طيب إذن لنتحدث عن تركيبة الضرائب، نريد أن نعرف أيضا تقييمك لها، وأيضا الضرائب التي ستفرض على الأثرياء، كيف يمكن أن يحدث هذا توازنا في التركيبة الاقتصادية وفقا لرؤية إدارة بايدن؟ هو طبعا إدارة بايدن بتركز على أن
ان يبقى فيه للضرائب، يبقى فيه جدولة للضرائب، وان الاثرياء وخصوصا برضو الشركات يبقى فيها تحمل ضريبي اكبر. في طبعا الكثير من الجمهوريين بيقولوا ان ده هو هيحد من العودة القوة الاقتصادية، لكن في بعض الآخرين بيقولوا إن ده هو مطلوب، لأن لازم يبقى في توازن ضريبي يعني في هذا الملف. فالجدال قائم، لكن هو حسم القرار وابتدى علشان يدعم، هو لازم عنده حزمة كمان لدعم عودة المدارس ودعم الانتشار الفاكسين، وطبعا دعم ملف التغير المناخي. وكان هناك طبعا المؤتمر القمة الافتراضية عن التغير المناخي اللي كان باستضافة الرئيس بايدن، وعمل وعود قوية جدا في هذا الملف. طبعا دي كلها حاجات هتبقى مكلفة جدا، لكن طبعا أهم حاجة إنها هتحافظ على البيئة وعلى الانبعاث الحراري، وأخذ قرارات جريئة جدا في هذا الملف اللي حضره في هذا المؤتمر الافتراضي عن المناخ الذي حضره 40 دولة بالإضافة إلى الصين والهند. وعلى فكرة الصين والهند بيعتبروا من أكثر الدول في العالم المسؤولة عن الانبعاث الحراري، وفي رأيي الشخصي إن هم لم يقدموا وعود كافية للتحكم في ذلك، وفي رأي المراقبين أيضا يعني. طيب بشكل عام يعني بيحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعمل على التراجع عن القرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترامب بشأن أمور كثيرة. طبعا ذكرت حضرتك اتفاقية المناخ، أيضا الهجرة، الاتفاقات الدولية خاصة تلك التي تتعلق بالشراكة مع دول مهمة، نتحدث عن كندا، نتحدث عن المكسيك، والتي يعني لديها علاقات تجارية مهمة جدا مع أمريكا. إلى أي مدى هذا التحول سيكلف الاقتصادات في الدول المعنية بعد الوقت للرجوع إلى ما كانت عليه؟ يعني كأنه بيدوس زرار ديفولت مرة تانية أو ريستارت. في دراستين مهمتين جدا يتعلقوا بهذا الموضوع. الدراسة الأولانية بما يتعلق بوعود الرئيس بايدن، وده هي كانت دراسة معايا هنا، دي دراسة قامت بيها الأسوسييتد بريس ومنشورة على الويب سايت بتاع الأسوسييتد بريس، وبيعملوا يعني بيدوله درجات على كل من هذه الوعود. فمثلا في ملف المناخ ادوله 4/7، 4 يعني هو حقق 4 من الوعود مقابل 7 من الوعود المتعلقة بالمناخ. ادوله على سبيل المثال 4/5 بما يتعلق بملف الاقتصاد والضرائب، لكن ادوله 0/4 بما يتعلق بالجان كنترول اللي هو مكافحة الأسلحة اللي هي للأسف منتشرة نتاجاً على التراخي اللي كان بيه الإدارة السابقة في هذا الملف. لكن هو موضوع شائك ويتطلب طبعاً، لأن هي متعلقة بالأمنمنت وبتطلب طبعاً موافقة من الكونغرس في هذا الموضوع. في ملف الكورونا والصحة مدين له 5/8، يعني هو وفى 5 من الثمان وعود في المتعلقة بهذا الملف. بالنسبة للهجرة ادوا له 7/17، وفي كثيرين بيأخذوا عليه ان التراخي في هذا الملف قد يكون كارثي
على الحدود الجانبيه وهو الجنوبيه، وهذا ملف شائك، ولكن للاسف ان في كثير من الهجره غير الشرعيه او اللاجئين، وكلهم او معظمهم من للاسف من الاطفال او غير البالغين على الحدود الامريكيه المكسيكيه، وهم ليسوا فقط من المكسيك ولكن هم قادمين من كثير من دول امريكا الوسطى عن طريق حدود المكسيك، وكثير منهم من الاطفال، ووضع ماساوي فعلا، وبعضهم لا يجد مكان للنوم في الملاجئ اللي موجوده في على الحدود. فهذا ملف ايضا يعتبر شائك، ففي عدد من الملفات والتقرير بيسهب في ذلك. نعم. هذا بالنسبه لحضرتك بتكلمي في الدراسه الثانيه، الويلسون انستيتيوت عمل دراسه برضو اسهبوا فيها ماذا يريد العالم من بايدن. طبعا هو ماذا يريد العالم من القياده الامريكيه ومن دور امريكا في استعاده القوى الاقتصاديه، فده نعم. مهم جدا طبعا. يعني أوروبا بتعول على عودة أمريكا للتحالف القوي اقتصاديا والاعتماد كشريك اقتصادي لأوروبا. فهذا ملف أيضا في غاية الأهمية. هو طبعا 100 يوم كانت مركزة أساسا زي ما أنا قلت قبل كده على ملف كورونا وعلى الحزم الاقتصادية، وطبعا موافقة الكونغرس تمت بموافقة الديمقراطيين، ولم يوافق على هذه الحزمة أي من الجمهوريين للأسف. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا اليوم البروفيسور صلاح حسن، أستاذ التسويق بكلية الأعمال بجامعة جورج واشنطن.